عتباتنا وتحثه بالسعي للتطوير. نستبق إلى الخيرات تحت عيون العتبات، نستبق إلى الخيرات تحت عيون العتبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أحسنت وطيب الله أنفاسك. السلام عليكم أيها الكرام ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة الدائمة التامة النامية المتعالية على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الأحبة. صلى الله على العباس الشهيد، صلى الله على العباس الشهيد، صلى الله على العباس الشهيد. ونحن في هذا الرحاب الطاهر، ونحن في هذه الأجواء الملكوتية، في أجواء الرحمن، أجواء القرآن الكريم، نجتمع بكم أيها الأحبة، ونجتمع بمشاهدينا الأفاضل الذين يجلسون خلف الشاشات يتابعوننا، يعيشون معنا أجواء هذا الحرم الطاهر وأجواء القرآن الكريم مع المسابقة القرآنية الوطنية الفرقية الثامنة. ونحن في أجوائها وفي مرحلتها الأولى، ونصل إلى قرب نهاية التصفيات الأولى منها. حياكم الله أيها الأفاضل، نحن وإياكم وهذه الجولة الجديدة من هذه المسابقة. نعم، وكما أشار الأستاذ علي، أشرفنا على الانتهاء من المرحلة الأولى، وعدنا بعد مراحل أجمل ولعلها أصعب بإذن الله تعالى. إذن على بركة الله نبدأ بالترحيب بلجنة الخبراء بهذه المسابقة، ونبدأ مع أستاذنا وحبيبنا وأبونا جناب الدكتور الشيخ باسم العابدي. حياكم الله سمحت الشيخ. حياكم الله سيدنا العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على ظهير الحسين أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد من حسناتكم في هذه الأيام المباركة ويتقبل أعمالكم. شكرا لكم. حياكم الله. حياكم الله، والترحيب تتصل حبا وتقديرا واحتراما لحافظ القرآن الكريم الأستاذ ماهر الحميري. حياكم الله أستاذ ماهر. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وفقكم الله لكل خير، وحيا الله الأخوة المشاهدون الأعزاء، المتسابقون الكرام، الحضور الكريم جميعا في هذا المكان الطاهر في رحاب أبي الفضل العباس، وفي هذا الشهر العظيم، الشهر الذي قال فيه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من تلا فيه آية من كتاب الله كان له من الأجر من قرأ القرآن كله في غيره من الشهور. فهنيئا لكم، هنيئا، وفقكم الله وتقبل أعمالكم بأحسن قبول. حياكم الله. شكرا لكم. وإلى مفخرة العراق القارئ وخادم الإمام الحسين عليه السلام، القارئ والحكم الدولي الأستاذ الشيخ ميثم التمار. حياكم الله شيخنا العزيز. يا القاصد لأبو فاضل تزوره وتجري دمعاتك،
يا القاصد لابو فاضل تزوره وتجري دمعاتك، وجيته وخاطرك مكسور، السابع جار وناتك قبل لا تحكي والسوليف، اعتبر مقضية حاجاتك لا تهتم، قاصد للغيرة لا تهتم، قاصد لل لا تهتم قاصد لل. أحسنتم فضيلة الشيخ، أحسنتم، تقبل الله أعمالكم وشكرا جزيلا لهذا الصوت الجميل. نعم، حياكم الله. أيضا تتصل الترحيب حبا واحتراما وتقديرا وإجلالا لخادم الإمام الحسين وخادم الثقلين الطاهرين ملا عمار كناني، حياكم الله. حياكم الله أساتذتي أستاذ علي العزيز والأخ القريب السيد حسنين الحلو المتفضل علينا دائما، عفوا يا حبيبي، في هذه النافذة المباركة خدمة القرآن الكريم. شكرا لله تبارك وتعالى أن وفقنا الله أن نكون خدم لسيد الشهداء الحسين عليه السلام ولكتاب الله القرآن الكريم، وشكرا لله تبارك وتعالى أن وفقني الله أن أكون مع أساتذتي الحاج ميثم التمار أستاذي والشيخ العابدي أستاذنا وأبونا والأستاذ ماهر، شكرا لله تبارك وتعالى، وشكرا لهم لما بذلوا من جهود كثيرة وحثيثة في خدمة القرآن وتعلمنا على أيديهم وتتلمذنا وتعلمنا الكثير منهم، شكرا لله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحفظ الجميع الحاضرين في هذه المسابقة وفي هذا الضريح الطاهر، ابتداء من المتولي الشرعي والأمين ومجلس الإدارة وكافة الأقسام والشعب في هذه العتبة والخدام وكافة الطاقم الفني المتواجد معنا بالأخص شبكة الكفيل وفقهم الله، شكرا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعجل لنا بفرج إمام زماننا المهدي المنتظر وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه، فلنقول جميعا اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. أحسنتم الأعمار الكناني، شكرا لكم. التحية موصولة إلى إدارة العتبة العباسية المطهرة بدءا مع عضو مجلس الإدارة في هذه العتبة الطاهرة أستاذنا وأبونا ومربينا الفاضل الأستاذ الدكتور عباس الددة، حياكم الله سيدنا العزيز، وكذلك إلى رئيس المجمع العلمي للقرآن الكريم في هذه العتبة الطاهرة جناب الأستاذ الدكتور أحمد الشيخ علي، والتحية موصولة أيضا للرعاية الإعلامية المباركة قسم الإعلام ورئيسها أستاذنا ومربينا وحبيبنا الأستاذ الدكتور مشتاق العلي، وإلى كل الذين في جنبهم. نعم، وتحية خاصة إلى خادم أهل البيت شعراً وحباً، الإحساس الجميل الرائع، بل سفير من سفراء أجر الرسالة التابع للعتبة العباسية المقدسة بل للعتبات كلها، شاعرنا العزيز محمد الفاطمي. شكراً لكم ولحضوركم، أهلاً ومرحباً، حياكم الله، شرفتمونا. نعم أستاذ علي، إذن أيضا ندعو الفرق المشاركة معنا في حلقة هذا اليوم. طبعا ما بقت من الفرق إلا ربما أربع فرق مو فقط سيدنا. نعم، فراح نعرف أول فريقين معنا في حلقة اليوم من خلال القرعة، ونجري القرعة يا سيد. نعم، أنا أجريها وأنت خمن أبو حسين، خلينا نشوف منو بقى عندنا. لا عوف عوف، خمن قبل، خمن أخمن. نعم، على ما تخمن أدعوهم. كربلاء. كربلاء، نعم، فريق الهندية ألف يعني كربلاء، صحيح كربلاء. وأخيراً يعني أول مرة تجي صح. حيهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أهلاً ومرحباً بكم، حياكم الله. نجري القرعة الثانية أستاذ علي. هالمرة أنت خمن سيدنا. أنا أخمن ولا يهمك، راح تسحبها. أنا أخمن، يلا. فريق التخمن. الهندية هم التخمن بحسين. الهندية يلا بعد قريت الديوانية، خل أخمن. خمن. فريق الديوانية، نعم، حيهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. حياكم الله أحبتي، أهلا ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا.
إذن كل الترحيب بأحبتنا فريق الهندية وفريق الديوانية اليوم مقفى نعم الاسم جيد ديوانية وهندية اي ممتاز وموزون ايضا باعتبار استاذ محمد الفاطمي موجود فلازم كل نروح الى سؤال الجمهور الخاص بكل من حضر بهذا المكان الطاهر من الزوار او من الحاضرين معنا جلوسا في هذه المائدة على هذه المائدة نعم من هو القارئ للجمهور الكريم نستمع إذن أيها الكرام من الآن بإمكانكم كتابة الإجابة الصحيحة حول هذا السؤال اللي سمعنا صوت القارئ نسأل عن من هو القارئ وصار واضح عندكم القارئ إن شاء الله اكتبوا الإجابات وإن شاء الله في نهاية الحلقة نعرف الإجابة الصحيحة ستكون من نصيب من إذن نبدأ معكم أيها الكرام بالتعرف على الفرق والترحيب بهم ونبدأ مع فريق الهندية ألف فضلون بسم الله الرحمن الرحيم ثائر الربيعي مهتم بتفسير وأمين رائد القارئ والحافظ محمد تكليف الخالدي شكرا لكم جميعا شكرا نعم حياكم الله خوش اختصرها نعم حياكم الله من جديد أيضا فريق الديوانية أهلا ومرحبا بخيط رائحة عنبر المشخاب وحياكم الله الحافظ محمد علي فلاح حياك الله يا حبيبي فقرة التلاوة علي سامي الخالدي اهلا ومرحبا بكم المهتم بالتفسير احمد زهير قبل لا تعرضون السؤال خلينا نشوف الجدول الخاص بهذه المرحله لحد الان عندنا نعم الجدول يعرض الان عندنا الحشد الشعبي حاصل على 60 درجه صاير الفريق ال16 احنا 16 فريق لازم يتاهلون ويانا للمرحله القادمه وفريق البصره 60 درجه ونصف الدرجه طبعا تجمع بغداد معهد القرآن الكريم ماسط ألف بغداد معهد القرآن الكريم باء كركوك ألف ذني ضمن الصعود لكن البصرة والحشد إذا الأحبة فريق الهندية ألف والديوانية حصلوا على نتائج أعلى من 60 والستين ونصف راح يزيحون هذه الفرق وتخرج هذه الفرق ويتهلون ويانا من معنا بهذه الحلقة والسؤال الأول التفسيري للأحبة فريق الهندية ألف سؤالكم يقول ما معنى كلمة المحراب في قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية نعم بسم الله الرحمن الرحيم المحراب مشتق من الحرب ومعناه المكان الذي يحارب فيه الشيطان مكان الصلاة والعبادة الذي يكون حرب مع الشيطان الرجيم انتهت الإجابة نعم شكرا لكم جناب الدكتور تفضلوا أحسنتم إجابة صحيحة هو يعني محل خاص في مكان العبادة ويجعل للإمام وهو كما ذكر الأخ العزيز إما أن يكون من مادة حرب وهو المحراب أي المحراب الذي يكون فيه حرب للشهوات ومحاربة للشيطان فاستقي هذا المعنى من هذه الجهة أو أنه مكان الصدارة في المجلس يعني هذين المعنيين يأتيان من كلمة المحراب شكرا لكم شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور وننتقل إلى فريق الديوانية حياكم الله من جديد ونبدأ مع المهتم بالتفسير والسؤال الأول ما معنى السجل في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده إلى آخر الآية تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين السجل عادة كان العرب قديما يكتبون
كتبهم في قطعة من الجلد يطوونها على شكل أسطوانة يسمونها السجل. ثم عندما يريدون الكتابة يفتحون جزءا منها ويكتبون عليه ما يريدون، ثم عندما ينتهون من الكتابة يطوون المكتوبة في هذا السجل. وهنا يشير الله تعالى في كتابه العزيز أن السماء ستطوى على الأرض كما يطوى هذا السجل على الكتاب المكتوب. نعم، انتهى الوقت طبعا. أحسنتم، تفضل دكتور. لكن كان مستمر بالإجابة. نعم نعم أحسنتم. الأصل في كلمة السجل من جهة اللغة هو حجر كان يكتب فيه كما ورد في المفردات للراغ. ثم شملت هذه الكلمة أو هذه المفردة كل شيء يكتب عليه، فاستعمال الأول للسجل هو الحجر الذي كان يكتب عليه، ثم توسع الاستعمال فشمل كل شيء يكتب عليه. شكرا لكم. شكرا لكم سماحة الشيخ. نعم، الآيات المتشابهة نبدأ مع فريق الهندية ألف. اقرأ ثلاث آيات ورد فيها المقطع الآتي: ثواب الدنيا. عفواً، إعادة السؤال سيدنا. السؤال: اقرأ ثلاث آيات ورد فيها المقطع الآتي ضمن الوقت، بقالك 20 ثانية: ثواب الدنيا. اقرأ ثلاث آيات. لم يبقى من الوقت الكثير. ثواب الدنيا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. نعم، انتهى الوقت للأسف. نعم جناب الشيخ تفضل. أحسنت كثيرا. الآية التي ذكرها لم يذكر السورة فحصل على نصف الدرجة، كانت صحيحة طبعا. سورة النساء. أحسنت، لم يسعفه الوقت لعله. الآيات الأخرى في سورة آل عمران وبنفس الصفحة، الصفحة 67 من السورة: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. والآية الأخرى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أحسنتم أحسنتم. إذن لم يكون فريق الهندية موافقين بشكل جيد في الإجابة عن الحفظ، فننتقل إلى الديوانية نشوف إن شاء الله تكون إجابتهم. نعم. أفضل وأحسن. السؤال يقول: اقرأ ثلاث آيات ورد فيها المقطع الآتي: فأعرض عنهم. تفضل. فأعرض عنهم. في سورة النساء. نعم. الآية: ويقولون طاعة إلى نهاية الآية. الآية الأخرى والوقت يجري. عشر ثواني فقط. نعم للأسف انتهى الوقت. شيخ ماهر تفضلوا. نعم أحسنتم. الآيتين الأخريتين: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم في سورة النساء، والآية الأخيرة: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا في سورة الأنعام. نعم أحسنتم. شكرا لكم. إذن آية ومقام للقارئ من فريق الهندية ألف. اقرأ النص الآتي بمقام السيكا من سورة النمل المباركة الآية 18. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا
ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نعم نعم، شكرا لكم يا حبيبي. السؤال لكم أيها الأفاضل فريق الديوانية، اقرأ النص الآتي بمقام الحجاز من سورة البقرة المباركة الآية 186، تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أحسنتم، شكرا لكم. أحسنت وطيب الله أنفاسك. إذن الشيخ ميثم التمار، تفضل الشيخ. نعم. ملا عمار يقول له أبو ذي. فريق الهندية الأخ القارئ بدأ بحركة جميلة ذكية، وهي أنه استغل الاستعاذة والبسملة بما هو المطلوب منه من مقام السياق. نعم. ولكنه عندما انتقل إلى الآية لم يسمعنا روح المقام، مقام السياق و المناطق الجميلة في مقام السيقاه، فبقي على استرساله وعلى تمهيده وكأنه سيقرأ ثلاثة أسطر أو نصف صفحة، مع كونه يجب عليه أن يكون أكثر حرصاً ويقسم النغمة بشكل جميل على ما أعطي له من آية. أما تعقيبي وتعليقي على أخويا وعزيزي الذي قرأ مقام الحجاز من أهالي الديوانية، يعني يحتاج إلى أن إحنا عندما نقرأ وخصوصاً مقام الحجاز هو مقام الحزن والشجن العالي والألم والوجع. نعم. فيحتاج إلى أن نقرأه بشكل فعلاً يكون فيه حماس، لأن هو الحزن الحماسي. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا أكو ألم، أكو حرقة، أكو توسل، أكو ترجي، أكو واحد عنده حاجة قاطعة قلبه جاي يطلبها من الله تبارك وتعالى. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. أحسنت، طيب الله أنفاسك. ما شاء الله. الله زاد الله عليك النعم ومتعنا ومتعك بهذا الصوت فضيلة الشيخ ميثم التمار. وننتقل هسه إلى الحفظ سيدنا. نعم. هسه نصل إلى حكم أسئلة الحفظ. نعم شيخ ماهر، المطاردة بالحفظ، نبدأ وياك. السؤال من صفحة 120 من سورة المائدة للمتابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
نعم فريق كربلاء تفضل. من الآية التي بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم. أعد. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا. حسبك حسبك. ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. أكمل. والله هو السميع العليم. نعم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أحسنتما. طيب الله أنفاسكما وجعلكما من مع السفرة الكرام البررة. ننتقل معكم أيها الكرام إلى وقفة قصيرة نكمل بعدها هذه المباراة الجميلة بين فريقي الهندية ألف والديوانية ضمن التصفيات الأولى للمسابقة الفرقية الوطنية الثامنة. حياكم الله من جديد سادتي وأحبتي. وصلنا وإياكم إلى هذا السؤال التفسيري إلى فريق الديوانية. سؤالكم يقول: أوجز معنى قوله تعالى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله تعالى رأي وهو أن من أعرض عن هذا الذكر فإنه يجيء يوم القيامة يحمل أوزاره وآثامه ثقالا ثم يندم على ذلك فيهوي في عذاب النار. نعم فضيلة الدكتور تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية القرآنية الكريمة والآيات التي قبلها تدعو الإنسان للاستفادة من الوقائع التاريخية، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم كثير من الوقائع،
فإذا اهتم والتفت إلى هذه الأحداث والآثار والوقائع التاريخية يستفيد منها في حياته وفي مسيرته. فالارتباط بالقرآن الكريم يجعل الإنسان يفهم ويدرك كثير من الحقائق ويختار الطريق الصحيح والسليم. شكرا لكم دكتور، وننتقل إلى فريق الهندية على أمل أن تكون إجابتهم دقيقة. أيضا السؤال يقول: أوجز معنى قوله تعالى من سورة الكهف المباركة: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يرسل الآيات والمعاجز، وفي كل مرحلة تاريخية يوجد نبي لديه معاجز وآيات ومعجزات، ولكن الكافرين يصمون آذانهم ولا يؤمنون بآيات ربهم. ومن هذه الآيات هم أصحاب الكهف، إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالكافرين في كل زمان يكفرون بالعلامات والدلائل والمعجزات التي ينزلها رب العالمين. شكرا لكم، تفضلوا دكتور. أحسنتم، شكرا لكم. هناك حجب تحجب كثير من الناس عن رؤية الحقيقة والاهتداء إلى المسلك والدرب السليم والصحيح. والآيات القرآنية ترشد الإنسان إلى سلوك هذا الطريق والدرب السليم، ولكن هناك من يجعل مغاليق أمام قلبه على أن لا تنفتح على الآيات وتهتدي بأنوار القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يدعو الناس، وهي دعوة للجميع، لجميع المؤمنين، الاستفادة من القرآن الكريم، ولا سيما في هذا الشهر الفضيل، شهر القرآن الكريم، في إدراك الحقائق وفي الوصول إلى المعارف الحقة. شكرا لكم. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم. نعم، إلى الترتيل، والبداية مع فريق الديوانية. سؤال موحد طبعا، النص موحد الفريقين. أمامك نص من سورة الأنبياء المباركة، الآية 51 إلى 57، تفضل واقرأ بالترتيل بأي مقام تشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أحسنتم، شكرا لكم. نعم. أحسنتم وطيب الله أنفاسكم. أيضا ننتقل إلى الفريق الآخر، فريق الهندية، ليقرأ نفس النص الظاهر على الشاشة والذي قرأه الفريق الأول بطريقة الترتيل وبأي مقام يشاء، تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين أحسنتم بارك الله فيكم إذن الملا عمار الكناني والملاحظات على أداء الفريقين تفضلوا ملا بسم الله الرحمن الرحيم طيب الله أنفاسكم إخوتي الأكارم وأحسنتم على هذا الأداء المميز والجميل ولكن لا بد من الإشارة إلى بعض النقاط المهمة في أداء المتسابقين بالنسبة إلى فريق الديوانية الأخ العزيز القارئ كانت بدايته جيدة هنالك بخس لبعض الأحكام بشكل قليل وهنالك أيضا المخارج بعض المخارج مخارج الحروف لم تكن واضحة بالشكل الجيد وخصوصا نهاية الآيات نهاية كلمات الآيات لم تكن واضحة حقيقة كنت أتمنى أن تكون هنالك في هذا النص تصوير أيضاً كما تصورون في التلاوة التحقيقية تصورون النغم الذي يتناسب مع الآيات المباركة فهنا يقول قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين هي محاورة ومشاحنة بين النبي وبين هؤلاء المشركون لا يجب أن تقرأ بالصبا أن يكون هنالك حزن في هذا الموضوع هم أعتقد أنهم كانوا بقمة العنجهية وبقمة الاحتراب وبقمة الكفر فأتمنى أن يكون التصوير أيضاً مثل ما تصورون في التجويد وفي التلاوة التحقيقية أن يكون تصوير أيضاً في الترتيل حتى تصل الآيات ويصل مضمون الأحداث بشكل جيد لدى السامع طيب الله أنفاتك بالنسبة لقارئ فريق الهندية أيضاً أعجبني كثيراً تعامله مع الميكروفون كان تعاملاً جدياً وجميلاً بحيث أصبحت المخارج والحروف كلها واضحة والصوت وصل واضحاً أيضاً لا نقول أنه إشكال ولكنه أيضاً قرأ بنغمة الحجاز هذه المحاورة ولم يصورها تصويراً جيداً يعني وصل الفكرة لدى السامعين قمة المشاحنة بين المشركين وبين النبي حتى تكون الصورة أكثر إدراكاً أكثر وصولاً لذهن المتنقي المخارج والصفات أيضاً كانت جميلة جداً هنالك بخس لبعض الأحكام موضع أو موضعين أتمنى لكم كل التوفيق وأن تكون ألسنتنا فصيحة في النطق لا نقرأ الفصاحة فقط نقرأ الكلام الفصيح وإنما تكون هنالك لدينا فصاحة نعم. في اللفظ شكرا لكم وطيب الله أنفاسكم شكرا الله. لكم ولا نعم أيها الأفاضل وصلنا وإياكم إلى أسئلة السرعة نعم أسئلة السرعة بعد تعرفون الأسرع يضرب على الجرس بس يضرب صح
مو يقول لي ما اشتغل الجرس. نعم، السؤال الأول الموحد للفريقين، من هو القارئ؟ أريد الاسم الكامل من فريق الهندية اللي ضغط على الجرس أولاً. الاسم الكامل. القارئ عبد العزيز حصان. محمد زين. عبد العزيز حصان. فريق الديوانية. فريق الديوانية. محمود الطبلاوي. محمود الطبلاوي. أي. شيخ ميثم هو محمد محمود الطبلاوي. نقبلها منهم. يعني هو قال بعد محمود الطبلاوي. بها يعني إشارة. اثنين بيهن جذرهن محمد يعني. ممتاز. نعم، حيوهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صفر لفريق الديوانية. محمد محمود الطبلاوي اسمه. هذا أما عبد العزيز حصان هو اسمه محمد. ايش قد قبلون منها شيخنا؟ يعني بس لا هو بعد قال الاسم عبد العزيز. بس أكيد مو خمس درجات يعني. نعم. هو المهم. القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان بعد التنقيص من يمكم، ما تقصرون إن شاء الله. إذن الإجابة الصحيحة كانت من نصيب فريق الهندية، لكن مع نقص بسيط بالاسم. ننتقل إلى سؤال السرعة الآخر وهو المخطوطة. ستظهر على شاشة الفريقين مخطوطة، عليكم الإجابة عليها بشكل صحيح وبحرفية. جاهزين؟ يبدأ العداد. هل تشتغل؟ نعم. نعم. فريق الهندية تفضلوا. ليش ترست؟ جاوب. نعم. نعم. يد الله فوق أيديهم. نعم. يد الله فريق الديوانية. نعم. يد الله فوق أيديهم. نعم، الإجابة الصحيحة طبعا للفريقين، لكن الهندية أسرع من خلال الجرس. نعم، السؤال الثالث ضمن أسئلة السرعة، أسلوب من طريقة منو؟ يلا نسمع المقطع الأول وعلى الفريقين التعرف على ذلك بالسرعة الممكنة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إذن هذه البسملة المشهورة للشيخ الشحات هي أسلوب فريق الديوانية. تفضلوا. عبد الفتاح الشعشاعي. يا عيني عليك. نعم بالله، فريق الهندية ايش تقولون؟ نعم فريق الديوانية. كيفك؟ لا لا فريق الهندية. حمدي الزامل. حمدي الزامل. هم يا عيني عليك. هم يا عيني عليك. الإجابتين خطأ. نعم، نسمع الشحات، نسمع الشيخ الشحات محمد أنور أستاذي رحمة الله عليه، ونسمع علي محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. علي محمود نسمعه البداية، ما عليك بها المتبقي. نعم. والتي أحضنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا. نعم، إذن الإجابة الصحيحة هي علي محمود، أسلوب القارئ الكبير الشيخ علي محمود. استراحة أخيرة قبل الاستراحة، هذا يدل على مدى ذكاء القارئ في انتقاء هذه النغمة وتوظيف. نعم، جملة فنية جميلة انتقاها من جزء من جملة نغمية جملة عامة. نعم. إذن استراحة أيها الأفاضل قصيرة جدا، ونعود بعدها للفقرة الأخيرة ضمن هذه الجولة. مرحبا بكم من جديد أيها الكرام، وحياكم الله، وما زلنا معكم في أجواء هذه الحلقة من المسابقة القرآنية الوطنية الفرقية الثامنة، ونصل إلى فقرتنا الأخيرة. نعم، الفقرة الأخيرة الصور المقطعة. راح يختار واحد من فريقكم، منو راح تختاروا؟ نعم تفضلوا. وعلى الفريق الآخر تختاروا. تعرفون سياق ال علاو، سمعت محمد عبد الشهيد شو يقول؟ شو يقول؟ يقول محمد تكليف يقوم. نعم، وين توقف؟ هنا تعرفها؟ هنا توقف. يلا انت يمناوي غير؟ يلا هنا بس شوية
إذا جاهزين أبو حسين. لحظة سيدنا لحظة. نعم. نعطي ابدأ راح تطلع لك الصورة. نعم. إذن ابدأ. لحظة. نبدأ. يلا ابدأ. نعم. إذن نبدأ بترتيب هذه الصورة. فريقي راح يخلص أبو حسين. شنو أخبار فريقك سيد؟ إحنا خلصنا. خلصنا. خلصنا إحنا قبلكم. إحنا قبلكم. لجنة التحكيم شو تقول؟ سيد حسنين أول. الهندية نعم. فريق الديوانية خلصوا. كلمتكم قلت أنت خلصنا قبل لا يقولون له. نعم إذن فريق الديوانية درجة كاملة شكرا لكم وشكرا لفريق الهندية شكرا لكم يا حبيبي بارك الله فيكم إن شاء الله عجاية. سيدنا حلوة صورتك هاي. فاصل أخير وبعدها سنكون بخدمتكم لإعلان نتائج هذه الجولة. حياكم الله من جديد سادتي وأحبتي وصلنا وإياكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة مع فريق طويريج الهندية ألف نعم وفريق الديوانية. قبل إعلان النتائج نروح إلى سؤال الجمهور. إذن أيها الكرام إحنا اعتدنا في كل حلقة من حلقات هذه المسابقة أن نعرض سؤال للجمهور لأحد القراء العراقيين الذين لهم أثر وبصمة في ساحة في الساحة الإقرائية العراقية. ولا شك ولا ريب صحيح أن سيد حسنين هو المقدم هذا البرنامج وأيضا من رعاته وضمن هذا الفريق الرائع لإنتاج هذه المسابقة، لكن في ذات الوقت لا شك ولا ريب أنه من قراء العراق الذين نفتخر بهم والذين لهم بصمة عراقية واضحة في ساحة التلاوة. ولذلك في فريق الإعداد اختاروا اليوم السيد حسنين الحلو ليكون سؤال حلقتنا لهذا اليوم ضمن فقرة من هو القارئ. نستمع للمقطع الصوتي حتى نشوف القراء بعد ذلك. نعم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا على خلق نعيده. حياكم الله. إذا نشوف قرعة اليوم أفرزت من الفائز الذي أجاب صح. طبعا إجابات كثيرة ما شاء الله. نعم يتفضل ضيفنا العزيز شاعرنا الكريم الأستاذ محمد الفاطمي لإجراء هذه القرعة. حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على حياكم الله مولانا العزيز. حيا الله أبو حيدر. الله يبارك فيك إن شاء حياكم الله. حياكم الله. نعم يا سفير أجر الرسالة. خلينا نشوف من الفائز ويانا. أحسنت أستاذ علي. خمن أبو حيدر من يا محافظة؟ أتوقع الديوانية. الديوانية. ليث أبو فاضل. ليث أبو فاضل موجود؟ نعم. حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أبو حيدر يقول من الديوانية. علاء وش تقول؟ ناصرية يمكن. من الناصرية. هو مو من السماوة. ولا من بغداد. ولا من بغداد يمكن. ولا من كربلاء سيطلع لنا منهم. خلنا نسمع. من يا محافظة عليكم السلام ورحمة الله. من بغداد من الكاظمية. الكاظمية ما أحسب على الناصرية الكاظمية. شكرا لك. موفقين إن شاء الله. وسهلا ومرحبا. شكرا يا حبيبنا. الله يبارك فيكم إن شاء الله. جزاك الله خير. أهلا وسهلا. إذن إلى الفقرة اليومية الأخرى. سيدنا اليوم أنت طالع بالصورة وطالع بالسؤال الحلقة. خليني مو طالع. نعم مو عندنا الجائزة الأخرى أستاذ علي. هو أنا جاي يقولها حتى تدعو الضيف. يلا روح. إذن إلى الفقرة الأخرى أيها الأفاضل أيها الأحبة. فقرة الانتقاء الجميل لعين عدسة الكفيل لأحد الزائرين أو الحاضرين حتى يأخذ جائزة. نعم سيدنا. نعم ورئيس قسم هذه العدسة المباركة أستاذنا حبيبنا ومربينا وأكيد أبونا خصوصا أنا وعلاوي الأستاذ الدكتور مشتاق العلي. حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله دكتور. يا أهلا ومرحبا دكتور فاضل. أهلا ومرحبا. التعليقات كلها إيجابية السنة كلها يعني على المسابقة الفرقية وهذا جزء من جهودكم عبر الأستاذ الكبير مخرجنا العزيز حمزة الفيحان والأستاذ الحبيب بشير آل تاجر وبقية الأحبة. هذا الملاك الجميل. شكرنا لحضرتك دكتور. نعم إذن عدسة الكفيل
نحن بانتظارها واختيار واحد من الأحبة الحاضرين هنا، إما من الجالسين أو الزوار، زوار مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام. نعم، والعدسة تتجول بين وجوه الزائرين والحاضرين لتختار واحد من الزوار. أعتقد هؤلاء نعم. الأحبة وتميل وتقترب من الاختيار وستختار. والله والنعم من تاج أهلنا هذا الزائر الكريم. حياك الله. نعم، حيوا بالصلاة على محمد وآل محمد. يا أهلا ومرحبا. هذا من الجنوب أبو حسين، مبين بعد بس من يا محافظة، جزء من المشخاب. نعم، حياك الله يا حبيبي. خمن سيدنا، خمن. أنا ويد دكتور، هم من المشخاب أقول. أنا أقول مسوق الشيوخ. يا أهلا ومرحبا، حياكم الله حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله. فدوى أروح لك، رمضان أكرم عليكم. أول مرة من يا محافظة، حياكم الله ومرحبا. وين الله يطعم المشخاب؟ من يا محافظة؟ من كربلاء. مو قلت لك من كربلاء لكن يوم. حياك حياك، حياك الله يا حبيبي والنعم منك. شكرا لكم، موفقين إن شاء الله يا حبيبي. حياكم الله، موفقين. أهلاً إن شاء الله. شكرا لكم. أهلا دكتور. شكرا دكتور. يا حبيبي أهلا وسهلا. أما إعلان الدرجات، طبعا قبل إعلان الدرجات، إعلان الدرجات عن السيد حسنين، إحنا أعلننا يوم أمس مغادرة فريق رابطة كربلاء وكركوك باء، واليوم لدينا فريق على الدرجات الحرجة اللي هو فريق البصرة وفريق الحشد الشعبي. هل ستتغير النتيجة؟ نعم أو لا؟ خلنا نشوف الجدول أحبتي وسادتي في الكنترول. نعم، فريق البصرة 60 درجة ونصف الدرجة، أما الحشد ف60 درجة. هل ستتغير النتيجة ويتأهل فريق الهندية أو فريق الديوانية أو كلاهما سيتأهل؟ خلنا نشوف توقعات الجمهور. فريق الهندية حصل على المركز الأول ويتأهل، من يقول من الجمهور الكريم؟ نعم أستاذ حمزة، تأخذ من الجمهور. نعم، من يقول فريق الديوانية حصل على المركز الأول ويتأهل؟ نعم، فريق الهندية. شو هم نفسهم اللي قلت الهندية رافعين ايديهم وقلت الديوانية رافعين ايديهم، ومن نقول يساوون محمد عبد الشهيد يشيل اثنين ايديه. نعم، فريق الهندية قد حصل على 66 درجة ونصف الدرجة. حيوهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الهندية اللي بالحلقات الماضية كانوا ويانا، اللي راح يكون في المرحلة الحرجة لعله بالحلقة القادمة. أما فريق الهندية بهذه الليلة قد حصل على عفهم. فريق الديوانية حصل على 60 درجة زائد 7. إيش صاروا؟ 67 ناقص 7 60 درجة، تساوى مع الحشد، لكن درجته الحقيقية هي 67 درجة. إذن لحد الآن فريق الديوانية تأهل، لكن بانتظار بقية الفرق. أما فريق الهندية للأسف الشديد خرج من المسابقة لحصوله على نتائج ضعيفة بالسنة الثانية. تذكرون من شاركته حصلته على 56 54. أما بهذا العام وهذه المرحلة تحديداً حصل على 71 درجة. حيوهما بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. إذن هاي النهاية لو بعد وراك ناقص 70 وناقص 10 هاي نختم وشخبطنا الأوراق كلها. نهاية هذه ملنا. وبهذا يغادر فريق البصرة 71 67. نعم، فريق البصرة يغادر وفريق الحشد للأسف يغادر. ملتقانا وإياكم في الحلقة الأخيرة من المرحلة الأولى سادتي وأحبتي. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. بالسور وبالآيات نستبق إلى الخيرات، بالتلاوة بالحفظ بالتفسير بمراتب.
عتباتنا